بالرباط تباحثت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيدة مونيا بوستة مع وزير التجارة الدولية البريطاني السيد ليام فوكس حول سبل تقوية وتوسيع التعاون بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة. هذه المباحثات شكلت مناسبة لاستعراض سبل تعزيز العلاقات القائمة بين المغرب والمملكة المتحدة، وذلك في المجالات الاقتصادية والسياسية والتجارية، وكذا على مستوى الاستثمار. هذه المحادثات تمحورت أيضا حول توسيع التعاون بين البلدين في قطاعات أخرى، لا سيما التبادل الحر، وذلك اعتبارا للاهتمامات والقيم المشتركة بين المغرب والمملكة المتحدة. وزير التجارة الدولية البريطاني السيد فوكس أشار أيضا إلى أن المغرب يتوفر على إمكانات هائلة في قطاعات متعددة، خاصة الفلاحة والتكنولوجيا المالية والتربية، مضيفا أن المملكة توفر فرصا في قطاعات أخرى، الشيء الذي سيسمح لها بالتقدم على نحو سريع وتوفير مناصب شغل أكثر وتحقيق الازدهار. كما عبر السيد فوكس عن رغبة بلاده في أن تصبح أكبر مستثمر بمجموعة السبع الكبار في إفريقيا، معتبرا في هذا السياق أن المغرب يعتبر أفضل بوابة لولوج القارة الإفريقية.